يا ولد شلونكم شلون صحتكم يا ولد؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، وما مشترك بالقناة خليه يشترك. طبعا الزواجل عذاب، ماكو كضيتني صار لي 10 دقائق ماكو حاطة، هذني ماكو حاطة اليوم يا ولد. هلكتهن تهليك، اريد اردن مطيارهن، ها يعني مال قبل، يعني صار لي وايد قعدات وكلش كلش، يعني مطيار خربان. لا هسه ما شاء الله صار لي يومين ما جاي اصورهن، بس ادق عليهن، يعني هسه صار لي 10 دقائق بس اطيرن راح يموتن وما اخليهن يحطن. اريد ارد اللياقتهن، لياقتهن بس شوي شوي واللي جاي ترد اللياقه مالتهن. شوفون وايد كانن دايرين وحطن هسه لا صلوات. فيا ولد لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، حلو ما باقي لنا شيء على 60K راح ندخل، وهذا الفيديو ريدكم توصلونا 5K لايكات. الله بالخير يا ولد. طبعا يوم ثاني طيرتهن، دقيتهن دقة عدلة، سديت التصوير، موتتهن تموت. شنو جاي طيرهن المغرب على موت؟ شنو ما يرحم منا منا ولا يحطن، تركيزن كله على البيت المغرب. هذا اليوم الصبح طيرت المخاليف ما شاء الله يا ولد. هواي اليوم بالبث مالي مال تيك توك كتبولي اريد نتواصل وياك، رقمي بالوصف تلقونه، اريد نتواصل وياي رقمي واتساب راسلني على الواتساب. فطيرنا ومثل ما شفتوا الموجودين اليوم بالبث مال تيك توك يدرون، وريت صفحتي مال تيك توك اسمها كراريحية 2 حرف 2 بالانجليزي، كراريحية 2 بالانجليزي. فشفتوهن اليوم مطيارهن ساعة وربع، حلو مطيار المخاليف ما شاء الله، اللهم صل على محمد، لان طيت من هذا العلاج. فاللي اريد من العلاج هسه اراويكم اياه، بس خلي اطير الزواجل، بس خلي ادخل التي دي كون ماي. طبعا تعال تعال شوف هذين المخاليف، والله سودنني طار خي ولي، بس راح يسودني يضوجني. تعال طلعي تعال، هاي الدجاجات يا ولد ما بقى لهم شيء، هل كم يوم مسوي لهم قفص وفتك من عندهم يا ولد. ايدكم على اللايك فدو اروح لكم، خلونا نوصل على الفيديو 5000 لايك. يلا هذا هم طلع، حس هذا طب هذا نسله طالع راح اقصه لا يروح. يلا روحا. فيا ولد هم اليوم اذا دقهن دقه عدله اذا قويهن. تعال انت ارجع، يلا روح هسه يروح يشرب ماي وياكل، روح روح. هذا الدجاج هذا الله الدايحات هذا يا ولد. تحسن مطيارهن، تحسن بصوره كلش حلوه، لان جاي اتعبهن بالمطيار. شوفوا وين كانن ما يطيرن هيك، كانن بس اطيرهن داير واحد يردن احطن، بس هسه لا ما شاء الله بدون لا نشن ولا اسوي لهم شيء يطولن. بس انا اقول لكم يا ولد من يطولن ارد نحطن ارد نشن، ما اخليهن يحطن، لان جنحن يقوى كافي. قعدن قعدن هواي قعدن يا ولد، صارن كلش ما شلونهن. هذا خليت له ماي، نزلت انا شنو طار يا ولد، من طار هو مقصوص بس شنو علي من علي عالبيت، يجي عالبيت اريد يحوط ورد يصعد، من يصعد وين اريد يروح؟ يروح هيك يا ولد، حاط هنا على بيت عمي حلو، بس شنو؟ شي مقصوص يحط، لو مقصوص ما يحط، اريد يحط هنا وروح هيك طيح. انا من يروح هيك يا ايس يقول بعد ماي جلسه يطيح بعد شي يجيبه مقصوص، بس لا والله بطل اجي انا عرفته راح يجي، لان شوف خليت له ماي هنا فتو صعدت ولقيته بطل. هذا ثبت شوفوا يا ولد، ظلينا نطولن بمطيارهن صلوات، ظلينا نطولن بالمطيار ونسني من البدايه. انا لازم ادقهن هيك من البدايه، انا عفتهن لمن كلش. خلي سد الخانه لها السربوتي، اول ما ينزل يعرف خانته يجيها ويجيب نثيته هنا. شوفون يا ولد هسه انا ولا لي غرض بهن، هن مطيارهن هذا، بس شنو من يردن احطن اطيح حظهن ما خليهن احطن. ها حالوب لا بالخير، ظل الله الدايحات اليوم، دايحات اليوم. اذا قصة نسنهم مال جناحاتهن، لان ضوجني كل ما اخليهن طفرن، كل ما اخليهن طفرن.
وين راحن هذن؟ شوفوا يا ولد صار لنا 4 دقائق طيران. نعمة. طولن شوية شوية نبلة من يظلن بعدن. هسا ما أقدر أنا بعدن لأن جناحن ما هو قوي. يا ولد هواي قالوا لي فك المخاليف إن شاء الله إن شاء الله أسبوع هيك أنا فاكن أسبوع بالزايد. بس خدت تقضي 40 وردون الولد جماعتنا شوفوا يا بدنا حطان ما خد بس خير ردون جماعتنا على موشيني فكات حلوة تصير جماعية نونسكم بيها هسه النوب يبدي الدق مالهن راح ادقهن دق عدله هالكم يوم مو لهالكم يوم من نال الشتاء بعد راح يشب عن دق ماكو قاعده تشوفون صار 5 دقائق تعبان بس ما خليه نحطان يلا كافي كافي تعال تعال نحطان يا ولد شيني حمستهن حمس بس اربوت حط ظل بعد ما يطير حمستهن حمس يعني حمس صدق حمس هسه انه بريد نحطان ما يرضى نحطان عكس المطلب يلا تعال تعال نحطن كافي ما يرضى نحطن وهاي من ما تريد هنا حطن تلقاها لازقات بس يرضى نحطن وهاي الساي تريد هنا حطن ما يرضى يلا عيفن براحة هو احسن الي بس يا ولد صدق حمستهن حمس من صدق اطيهم هذن جوعانات هسه علفهن مخاليفنا ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد كلن عيون سود عندنا بس هذا الرماني رس قديم عيون بيض وهذا ابن القائد واثنينات قويات هذا سربوت شوفوه حاط بصفة تيدي وين راحن يلا حطن 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 بس يا ولد الصدق من اقلكم دقيتن دقة قوية صدق شوفوا هاي الجنية كلش منتهي شوفوا 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 نقلكم منتهية منتهي ولك هاي الشاشة والله ترقص شوف خطية شلون ناهته الله يعطيكن الصحة والعافية بعد ما بيها حيل الطير بيج حيل لا لي صار لي شوي ما طايرة هيجي نوب السلمة منها رايح كله هيج يلا تعال نزل 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 دجاج وحمام خبطت خبطت دجاج وحمام تعبتين شوف يا ولد شلون تعبونات كلش منتهيات يلا يا ولد خلي اجيب علف للدجاجات لان ضو جني خطيه جوعانات بس طببتين وعشيتين وارتاحيت منهن يلا فكني بس فكني خطيه شلون جوعانات اليوم ما غديتهن بس مال الريوق وهسه هذا عشاهن بس شني موتني هسه يلا ارتاحيت من عندهن وخالط طيتهن هذا التيدي نزل هذاك يريد يدخل وهذين الزواج اللي نزلن كافي مطيارة هيجي كلش كافي ما اريد الح عليهم بس خلي ادخل التيدي تعال نمشي ادخل سكون ماي طلعان بس كون ماي طلعان طلع طلع المكعكل اي عافية 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 بس شاف ولايفة ما طلعان رجع شني لو ايش تصير الجناية لولا جناية راقي انا عمي يلا تعال تعال تطلع تعال عمي اريد لا اريد احمد بنفسي ولا اريد اقول جناية حاطينهن للونسة ولونستكم والله يلا خلي اعلفهن خطية جوعانات هذا القلاص شوفوا قلاص الا ربع كل يومية وجبتهن هاي مات العشي قلاص الا ربع
للمخاليف كل يومية وجبة واحدة قلاص الا ربع. كله طحينه نجيبه هيجي، نجيبه مرة ثانية طشينهن الف عافية، نجيب القلاص عنهن. يلا هاي وجبتهن كل يومية. حلو، وهاي وجبة الزواج. تعال خلني قاعد هنا شوي نصور هن زواج وهنا ياكلن. تعال اخ يا ابي حطونا لايك يا ولد لعيون هاي الزواج الحلوة. حطونا لايك والما مشترك بالقناة فضلا وليس أمرا. نكلة نكلة ألف عافية ألف عافية. يلا كافي الزواج ما جاي الطهين حد، يعني حد محدود، لا جاي الطين هيجي ايش قد ما كان اذبلهم. بس المخاليف لان فصل وهاي تدرون بعد التوم ولازم صحتهم قويه، فجاي الطين وجبه هذه محدوده. بس الزواج اذا واحد يريد يعني فصل وهاي يريد هم مطيرين يتونس عليهن قويات هم يطين حد. بس انا جاي طين حد يومي صمين صمين ثلاثه. ولو اقول لكم يا ولد سوا واحد يعني هسه مثل عندكم مخاليف زواجر هو الاحسن، يعني قلاص مثل هسه هذه خليه قلاص باي تجيب لك قلاص من البيت اي قلاص حلو استمر عليه، يعني طين كل يومية مثل هيك. مثل اذا عندك هواي دولكه ومقياس، هو كل شوار المقياس شايف الطير اذا تطين مقياس يعني ما تخربط عليه بالاكل والله تصير الطير نار مو شو ما كان. قال اجيب لكم العلاج يا ولد حتى لو مو دراويكم اياه. هذا العلاج يا ولد شوفوه، هذا اسمه خذوا له صوره اللي يريد، هذا اسمه اقرا وشوفوا له معالجه جميع انواع الاسهالات والفطريات، يعني شكو سال بالجسم فطريات ديدان زايده يعني كل شيء يعني شايف ما يخلي لك اي فطريات بالجسم جسم هيك موت الفطريات كلها. بعد شنو عندك؟ الاسهالات الاخضر والابيض، يعني الاسهالات الطير بعد ولا غلط يعني جسمه يصير صح 100%. والحالات التنفسيه يعني بعد باشياء هو يعني معالجه الشرايين التنفسيه شكو طير عده تنفسيه اخر من هذا بالحسين يا ولد. يعني انا ما اريد احلف الطير هذا المكعكل قدامكم متابعين يدرون المكعكل شلون مريض. انا هذا هيجي انا جبته من البيطريه مو من البيطريه من بالقفاصه واستعملته وشفته خوش علاج وجاي اقول لكم بي. لو مو خوش علاج ما اقول لكم بي، بس انا شفته خوش علاج وهواي جاي راسلوني ويقولوا لي التنفسيه وطيورنا ما يطيرن وطيورنا ما يسوون، فهذا علاج كلش قوي حلو جاي يطين. انا بالسبوع مره بالسبوع خاشوقه ولا هاي شوفوها قد هاي خاشوقه ما شاي جاي يطين. هسه دنيت انا بالخانات، هسه انا ما جاي اطل الزواج الجاي اطل بس ايش اسمه للمخاليف مطيار عالمي، بس هسه راح انه بطل الزواج الاسبوع اللي يجي اطل الزواج جاي يطين بالسبوع وجبه واحده وخاشوقه بهاي شوفوا قد هاي. هسه انا اللي دنيت المخاليف مطين كل واحده خاشوقه ف المكعكل بعد طقته التنفسيه ما يطير منه هنا قوه يصعد يطير هنا. بس اطيت من هذا يوم ثاني فصل ساعه كامله، فيا ولد علاج يعني كلش حلو كلش قوي استعملوه ما راح تخسرون اي شيء جربوا. واذا الجوعيات ها كالعاده الجوعيات يلا كالعاده اذا الجوعيات يفتر ما يشبعان قد ذبيتني انا كله ما يشبعان. يلا طبن 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 يلا يلا يا معودات اريد انزل
ما اخلي الباب مفتوح يا ولد الصبح، كل شيء يصير انامن صبح اقعد يعني الباب مفتوح ما زاج تعشط ابوهم. يلا يا ولد لهنا وصلنا وياكم نهايه الفيديو، لا تنسونا من اللايك، والما مشترك بالقناه تشترك حلو، واهم شيء اللايك، ونشوفكم فيديو ثاني وقد باي.